السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة فيديو تسليم الحمام اللاحم الشغال اللي احنا بعناه من داخل السلة. اللي كان كلمني عليهم الأخ محمد جودة، الحقيقة يعني هو صبر عليها كتير جدا على ما جهزت له، لأنه هو كان طلبه إن الشباب يكون أول شغل لهم. أنا دلوقتي هعرض عليه أو هسلمه بالفيديو ده الحمام اللي هو طلبه، كل قص في العين بتاعته أو في السلاكة بتاعته من داخل السلاكة. هقول له اشتغل ايه وما اشتغلش ايه، وده عيبه ايه وده عيبه ايه، علشان يكون شايف على الطبيعة. طبعا هو كان طلبه ان يكون حمام شغال لسه أول شغل ليه، ما يكونش اشتغل قبل كده، لكن هو الطلب ده صعب شوية. حاول بقدر الإمكان ان انا اجيبهم له أو اسلمهم له يكون أول شغل ليهم أو أقرب أو اشتغل عش أو اتنين. قبل ما نستعرضهم جوه السلكات، أرجوك أرجوك أعمل لايك عشان الفيديو يوصل لمعظم المشاهدين. بسم الله. أول قص اللي هو فوق ده على اليمين كده بالشكل ده أهو، ده أول قص معانا. بسم الله ما شاء الله، لسه الحصوة التانية متحصية دلوقتي اهو. بسم الله ما شاء الله، دول اول شغل ليهم، الذكر والنتاية اول شغل ليهم، تمام. يبقى ده القص رقم واحد اهو، لسه محصية الحصوة التانية دلوقتي من شوية دلوقتي. عند القص ده حجم تقيل ما شاء الله، لكن انا شايف رجلي زفرة فانا سايبه ليا، ما ببيعش منهم او باكل من ولاده فما ببيعوش. فانا بوري لحضرتك بس ايه يعني الصعوبة في ايه ان انا اسلم لك الحمام يعني. طبعا انت مكلمني من زمان، لك حق لو كنت اشتريت من مكان تاني برضو يكون الفيديو ده لاصحاب النصيب يعني. لو كنت جبت من مكان تاني خلاص مفيش مشكلة، مفيش حاجة تزعل يعني، وهيكون برضو الفيديو لاصحاب النصيب. لكن القص ده هنقوله في رجلي زفارة، هي ريش بسيط جدا يعني ما يذكرش، بس برضو انا ما بخرجش الحاجة اللي زي كده، سايبهم اكل منهم رغم ان حجمهم بسم الله ما شاء الله حجم جامبو ما شاء الله. القص التاني زي ما حضرتك شايف كده النتاية رائدة، هو اتحص دلوقتي الحصوة الاولى، لكن القص ده اشتغل 3 عشوش، ده اشتغل 3 عشوش عشان نكون صادق معاك، لكن النتاية دلوقتي هتحصي الحصوة الاولى. انا شايل زغللها، زغللها الحمد لله كبرت. طبعا في الصيف الحمام بتأخر شوية عن الشتاء. انا طبعا في الصيف احنا ما بنحبش نرهق الحمام كتير في الانتاج، حتى في ناس كمان بتفصل النتي عن الذكورة، فما تزعجكش الحتة دي. لكن هو الحمام ده بيلحم من 12 الى 20 يوم في الظروف العادية. لكن انا مربي الحمام في اوضة السقف صاج كده، فالجو هنا عندي نار، فيعني كتر خير الحمام ان هو مستحمل الحرارة دي. برضو الحمام شغال، لكن لو اتأخر شوية، لو عندك الجو كويس هيشتغل عندك افضل من عندي، بس طبعا في سلكات هيكون افضل. يبقى ده القص التاني هيحص دلوقتي، ده القص التالت اللي هو فوق ده بيحضر، القص التالت ده بيحضر العش، ده لسه اول شغله بسم الله ما شاء الله اهوت، اللي هو الذكر قدامنا والنتاية اللي ورا دي بسم الله ما شاء الله، ده بيحضر العش. طبعا دول مش في السلاكة لان انا لسه ما طلعتش السلاكات صراحة، وكسل مني الرفوف دي اشيلها واحط هنا 3 سلاكات 12 عين في المكان ده على الحيطة دي، بس لسه محتاج ترويق مني ومحتاج مجهود، الجو حر نار صراحة، فاعذروني يعني اتأخرت عليهم والله شاريهم، بس لسه سيبهم تحت ما طلعتهمش، صورتهم في فيديو قبل كده، لكن ان شاء الله قريب قوي وادهن الحيطة دي وانصب فيها السلكات برضو، علشان اما نيجي نعرض الحمام لحد نعرضه كله في السلكات. بالمناسبة الميزان ده انا مطلعه عشان اوزن لحضرتك جوز زغليل، اللي هدي لك جوز حمام فيهم شغال، هنشوف وزن الزغليل عليهم قد ايه، هجيبهم دلوقتي من تحت الاهالي ونشوف وزنهم قد ايه. ده شغال كتير عندي بقاله يجي سنة شغال، ده نفس الحكاية، القص ده لو قلنا معاه زغلول كبير والنتاية محصية، لكن مش هعطيك القص ده لانه النتاية حصت دلوقتي بيضة واحدة، المرة دي حصت بيضة معرفش ايه السبب،
لكن هو ده برضه شغال كبير، مش هدي لك القص ده عشان العيب ده اللي هو حصة بيضة واحدة. وده طبعا برضه معاه زغليل وعلى وش حصى، لكن دول برضه بقالهم فترة شغالين مش طلبك. وده برضه القص ده كبير شوية في السن، يعني شغال بقاله حوالي سنة، فبرضه مش طلبك رغم ان هو معاه زغاليل لسه صغيرة، لكن مش طلبك برضه. ده القص الرابع، بسم الله ما شاء الله اول شغله. النتاء لسه محصيه الحصوة الاولى امبارح، وان شاء الله تحصي الحصوة التانية بكرة ان شاء الله. عايزك تبص كده على الحمام علشان برضو لو انت طلبت شحن الحمام تكون شفت الحمام كويس. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. ده القص الخامس. حضرتك بسم الله ما شاء الله بيحضر لعش جديد ومعاه زغاليل، زغاليل لسه صغيرة اهو، ان شاء الله يومين ثلاثة كده ويحصي. لكن طبعا الحمام لو اتنقل من مكانه بيتأخر شوية، يعني انت لو خدتهم ممكن يقعدوا عندك 10 15 يوم على بال ما يحصوا عندك تاني وتعودوا على المكان. دول الزغاليل دي اللي هنجيبهم نوزنهم عشان برضو تشوف انتاجه الحمام من الزغاليل ايه. دي الزغاليل بتوع القص الاخير اللي انا قلت لك هنوزنهم علشان برضو تشوف انتاج الزغاليل، في ناس بتحب برضو انها توزن الزغاليل. طبعا هقول لك دي الزغاليل دي من حجم المتوسط، مش هقول لك من حجم الكبير، ساعات بيطلع اكبر من كده وساعات بيطلع اقل من كده، لكن ده حاليا الموجود اهو. شوف لسه العمر بتاعهم، مش هقول لك عمرهم قد ايه، انت هتعرف شكل الجناح كده. طبعا يا جماعه البيع من غير زغاليل، اللي عايز زغاليل الزغاليل بسعرها، لكن بس انا بوري اللي بيحب وزن الزغاليل. الميزان على صفر اهوت، طبعا حاطين عليه كيس كده عشان الزغاليل ما تاكلش الميزان. هنبدا باول زغلول، والله انا ما وزنتهم قبل كده وهم تاكيل الاهالي، ما اكلتهمش كمان ولا سمنتهم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اكتر من نص كيلو بتاكيل الاهالي، يعني يدخل في 550 جرام ما شاء الله. نشوف اخوه معاه كمان، بسم الله ما شاء الله، 1100 جرام يا جماعه الزغلولين، بسم الله ما شاء الله اهم، اكتر من 1100 جرام بسم الله ما شاء الله بتاكيل الاهالي ولسه عمرهم صغير. زي ما قلت لك دي متوسط وزن الزغاليل اللي عندنا، ساعات بيطلع اقل من كده شويه وساعات اكتر من كده شويه، يعني ممكن يوصل 600 650، احيانا بيطلع طفره مثلا 700 جرام، في بيبقى 400 جرام، مش هقول لك كل الزغاليل كده تمام. لازم تكون عارف انت بتشتري ايه. طيب لو انت عايز حمام حضان، هتحضن تاخد بيض الحمام اللحم تحضنه تحت حمام زاجل، حمام الزاجل ده شغال، اي قص شغال للتحضين او تاكل من وراه زغاليل 120 جنيه. هقول لك شيل المستوى، مش هقول لك يعني حمام سباق وش حمام شهادات وحمام كده، لا الحمام اللي عندي انا بشغله للتحضين وباكل منه زغاليل، الحمام اللي هو الزاجل اللي عندي تمام. لو انت عايز محتاج منهم حاجه او اي حد محتاج منهم حاجه، اي قص شغال، اي قص شغال ب 120 جنيه، اي قص زغاليل ب 80 جنيه من الحمام الزاجل كده تمام. ارجو يكون كده افدتك ازاي تشتري حمام لحم شغال من السلاكه، ويكون في اللي برضه اللي بيبيع لحد حمام يعرضه له بالامانه كده بالظبط زي ما انا عرضته بالظبط، يقول له كل حاجه عنه زي ما عملنا بالظبط في الفيديو دلوقتي. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.